معالي الوزير، شو تعليقك على مشهد انتشار النفايات على الطرقات وبين الأحياء السكنية؟ يعني هذا الموضوع كمان حقيقة حكينا فيه نحن باجتماع اللجنة الوزارية للكل، وكان إحدى أول المطالب اللي طلبتها وزارة الصحة إنه يندفع للبلديات أموالها لتقدر تلم هالنفايات، لأنه حقيقة إذا أنت لما عم نبرم ونقعد مع البلدية، كل البلديات عم توجه رسالة واضحة إنه كلفة رفع النفايات يعني عم تستهلك كل يعني رصيد البلديات وزيادة، يعني في بلديات حتى ما عم بتلحق بهيدا الموضوع، وهن عم بلموا مش بس للشعب اللبناني، يعني حتى للنازحين هن عم بلموا النفايات. فلذلك هيدا الموضوع حقيقة يعني نحن عم نشوف، نحن بوزارة الصحة نحن عم نحمل إذا بدك أوزار كثير من الأمور الأخرى اللي وجودها عم بيؤدي لأنه تراجع بموضوع الصحة العامة، وعم بيعرضنا للأوبئة أو لا سمح الله لأمراض أخطر بكثير. فبهذا الموضوع اللي احنا بنرجع يعني بنكرر الصوت اللي قلناه قبل، وهو واجب انه نحن الخدمات الأساسية اللي لها تأثير مباشر على الصحة العامة يجب انه يكون في جهد لحتى ينقام فيها، وإلا نحن حتى لو طلعنا من موضوع الكوليرا يمكن بكره يرجع يجينا أوبئة أخرى لا سمح الله أو أمراض.